آية من كتاب الله تحدد معلما من أهم المعالم، ألا وهو معلم الولاية. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولاية الله عز وجل، محبة الله، النصرة، التأييد، كل ما يتعلق بمعاني الولاية إنما ينالها من عباد الله قوم خاصون. ولكن وقع الاختلاف في هذه الخاصية، فرأينا انحرافات تخرج عن الطريق المستقيم، ترى فيها أن الولاية إنما تكون لقوم سلكوا طرائق البدع، بل قد تنتهي بهم بدعهم والعياذ بالله إلى أن يزعم الواحد منهم أنه قد سقطت عنه التكاليف، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ثم يزعم لمثل هؤلاء أنهم بلغوا رتبة الولاية.